يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة والجو فيها معتدل. في الأسكندرية 20-12 والجو فيها أيضا معتدل. في مطروح 20-12 والجو أيضا معتدل. في بورسعيد 21-14 والجو معتدل. وفي الإسماعيلية 23-13 والجو فيها أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 23 درجة والصغرى 13 درجة والجو فيها معتدل. في العريش 22-12 والجو معتدل. في طابة 23-14 والجو أيضا معتدل. في شرم الشيخ 26-17 والجو فيها معتدل. وفي الغردقة 26-14 والجو فيها أيضا معتدل. في الأقصر 28 درجة والصغرى 15 والجو فيها مائل للحرارة. في أسوان 29-16 أيضا الجو فيها مائل للحرارة. في الوادي الجديد 27-14 والجو فيها مائل للحرارة. وفي شلاتين 28-19 الجو فيها مائل للحرارة. وأخيرا في حلايب 25-20 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.